بدورنا نحن لا نتعامل مع قوى لا دولة عزيزتي، نحن نتعامل مع حكومة عراقية، نحن متواجدين في مجلس نواب، هكذا تعامل ويفرض على الحكومة طيب ليس علينا. هذا الكلام أنا راح أطلب منك يعني أنه تحدد لي من هي قوى لا دولة إذا ما تتعاملون وياها، وشون المواطن المتلقي راح يقدر يميزها؟ عزيزتي عندما نتكلم عن قوى لا دولة فهناك جوانب عديدة متواجدة وضحتها الحكومة فيما يخص من يساهم في الاعتداء في داخل العراق وفي خارج العراق وفي استهداف السفارات وفي استهداف البعثات الدبلوماسية وفي استهداف العراقيين نفسهم، هذا الذي نتحدث عنه فيما يخص قوى لا دولة التي لا تنصاع إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة، لا تنصاع إلى أوامر الحكومة العراقية، لا تحترم وجود دولة، لا تحترم وجود هيبة لدولة، هكذا قوى لا نستطيع التعامل معها. ولكن نحن نقول أننا الآن في دور تقوية الدولة، في دور أن نكون داعمين لقرارات الدولة الصحيحة التي تخدم المواطن العراقي والتي هدفها تغيير أو شبه تغيير لهذا النظام المتواجد، في أن يكون هناك ضخ دماء جديدة في العملية السياسية ودعم لشخصية الرئيس المكلف أو للحكومة المتواجدة لغرض الخروج بنتائج إيجابية في ظل هذه الظروف المتواجدة، وكذلك أن تكون هناك أرضية صليدة.